احنا مؤمنين بالله، بالأديان، بالتوراة والإنجيل والقرآن. هنصدق مين؟ ربنا؟ ولا هنصدق جنون الصبيان؟ ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. النصر للمعمرين وليس للمفسدين. عشرة سنين تنعم بالأمن والاستقرار وتتمتع برفاهية ورخاء والازدهار. وجاء اليوم الذي لم يستثني فيه الإرهاب أحدا، ولم يفلت من غدره مجتمع ظن أنه آمن أو محصن. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. شاك العالم حنكة مصر وحكمتها وتيقن من صدقيتها وخبرتها. Meeting with you met with President Sisi of Egypt. I'll tell you, he took control of the country. He's gotten the terrorists out and wiped them out. And we talked about that. He took a very tough approach, much different than our approach, I can tell you. And he really did pretty much wipe them out, and you have no choice. They don't have the problem now. They were having a tremendous problem, as you know before, tremendous problem. So he's done a very good job, and we had a very respectful meeting. We need a president that shows the courage that Egypt's President al-Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorists who are threatening the world. وبدأ العالم في التحرك الجماعي في مواجهة الإرهاب في معاقله واتخاذ الإجراءات الفعلية والفعالة لاكتساب عناصره وتفكيك خلاياه وتدمير قدراته. We'll search for them everywhere, wherever they are hiding. We will find them in any spot on the planet, and we will punish them. في الأيام واجه الإرهاب الغادر وجموح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب. تراحم بين الناس وتذكيرهم الدائم بأن الخلق كلهم عيال الله. وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وذلك حتى لا يتحول العالم إلى غابة من الوحوش الضارية. إن بلادنا وحضارتها في تاريخها الرائع، هذا التاريخ لا يضاهي تاريخ ولا حضارة في العالم. أأمل أن تكون أرض مصر هذه النبيلة والآمنة. أدعو الله أن يستجيب لدعوتنا إلى الحضارة والأخوة، وأن يساعدنا على المساهمة في صنع السلام من أجل هذا الشعب الطيب ومن أجل جميع منطقة الشرق الأوسط. ليش صار بينا هيك؟ ليش هيك درزلنا؟ ليش هيك صار يا ربي؟ ربيت وتتجر بيت لما ببيع أولاده مشان نوصل هون وما. يا رب تجي قذيفة نروح نخلص من هالحياة. أما عن الإرهاب في الدول العربية، فحاول الإرهاب أن يطمس هوية سوريا والعراق واليمن وليبيا ويهدم حضارتهم، وبرغم كل ذلك ستظل الدول العربية أصل الحضارة والعراقة وعبق التاريخ التي لم يسبق لها مثيل. انظروا أمامكم إلى هذه الدول الآن كيف كانت وكيف أصبحت.
I'm sure with you. This is Chuck, and she's the same that I'm looking. دمرونا نهبونا شتونا ابن خالتي الحوت مصر وتجابه اقوى تنظيم سري في العالم. احنا عارفين احنا بنتعامل مع مين من كل رجوع الدنيا. ابليس اللي على مصر من الهول مش خالص شدك على الحال الله يحفظك يا محمد كان راجل وشاحن وكان حارج وقال بطله وكان جدع وكان صاحب صاحبه ربيتك وشحتك من عند ربنا بدعي لك في صحة مساء ان يغفر لك ربنا لكن تعدي اول يشل وكنت دايما اقول له يا احمد انا هموت محدش هيرسل ايه يا ماما ما يمكن انا هموت قبل. انا مصرية صعيدية من حضارة عريقة. أنا وأولادي الخمسة مقدمهم في فضا مصر. أهالي شهداء بقول لهم يعني ربنا يصبرهم إن شاء الله وهم محتسبين عند الله شهداء. طبعا الحادث ده حادث خسيس اللي ارتكبوا ناس لا ليهم ملة ولا دين. ويصطف المصريون جميعا خلف القيادة السياسية يقهرون الباطل ويواجهون الأزمات وينطلقون لأعمال مصر وحل مشكلاتها المتراكمة بفكر ثاقب وجهود خلاقة وآمال وطنية كبيرة وسط مناخ آمن ومستقر. ويبقى خيارنا الوحيد أن نقهر الإرهاب ونخطو فوق الصعاب لنبني مجد مصر ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.